جيده من نيمار، ونيمار دائما على تنفيذ الضربات الركنيه، والبرازيل كرتين ما يصير، كره واحده كافيه، والبرازيل لا زالت تبحث، وأوروغواي لا زالت تدافع. واللحظات الصعبه في المباراه، من ينشر الفرح الان في البرازيل؟ كلها الضربه الركنيه اللعبه، الله جاكم اللي ينشر الفرح في البرازيل، باولينيو ينشر الفرح في البرازيل عند آخر 5 دقائق. رأسية جميلة، الكرة من ضربة ركنية من نيمار، ما كان في حد، ما في مدافع، أي مدافع من أوروغواي، وصلت إلى باولينيو، وباولينيو هو اللاعب الذي ينشر الفرح في المدرجات وفي البرازيل، وفي البرازيل كلها. لأنك أنت تقول أنه يا أخي بعد مظاهرات واحتجاجات وما نصل للنهائي وطلعنا أوروغواي وايد، لكن الآن باولينيو يتقدم. شوف 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 شوف، هدف رأسي جميل من باولينيو، وبالتالي باولينيو يسجل الهدف الثاني للبرازيل. شوف الكل أتى إلى هنا، ويمكن في دفعة هنا، ولكن أتى باولينيو وموزليرا خرج من مرماه، وبالتالي الرأسية القوية من موزليرا تعلن عن تسجيل الهدف الثاني للبرازيل. ويمكن هذا الجول يودي البرازيل ماراكانا، يمكن يودي